الفنانة نهال عنبر ولدت في 9 أكتوبر عام 1961 في محافظة القاهرة. والدتها تعمل سيدة أعمال ترجع أصولها إلى محافظة المنوفية، ووالدها كان يعمل في السلك الدبلوماسي المصري، وينتمي والدها إلى محافظة الشرقية. سافرت منذ أن كانت صغيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأكملت دراستها الثانوية هناك، وذلك بسبب ظروف عمل والدها. وبعد أن قضت فترة في الولايات المتحدة الأمريكية أنهت دراستها الثانوية وعادت إلى مصر، والتحقت بكلية السياحة والفنادق حتى تخرجت منها وحصلت على درجة بكالوريوس السياحة. عشقت نهال عنبر مجال التمثيل منذ أن كانت صغيرة، على الرغم من دراستها لمجال السياحة والفنادق، إلا أنها كان لديها هدف وهو إيجاد فرصة للدخول في عالم التمثيل، واجتهدت كثيرا في ذلك حتى حصلت على هذه الفرصة من خلال المخرج الكبير شريف عرفة، الذي منحها دور صغير في الفيلم الرائع أمير الظلام للنجم الكبير عادل إمام. اشتهرت نهال عنبر بأدوارها الثانوية ولم تأخذ أي دور بطولة، كانت بارعة في أداء الأدوار الثانوية، وكانت هذه الأدوار سبب في شهرتها الكبيرة. شاركت في عدد كبير جدا من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، وذلك لأن المخرجين والمؤلفين اكتشفوا موهبتها الكبيرة في هذه الأدوار عكس البطولة المطلقة. اشتهرت الممثلة المتألقة نهال عنبر بأدوارها المتعددة في التلفزيون، شاركت في مجموعة من أروع المسلسلات، وشاركت أيضا في مجموعة من الأفلام والمسرحيات، ولكن تعلق الجمهور بها من خلال أدوارها في المسلسلات المتنوعة. امتلكت نهال عنبر مجموعة من المقومات الفنية التي ساعدتها على تحقيق النجاح والشهرة الكبيرة. كانت تمتلك الحضور الفني الكبير والجراءة الكبيرة في أداء الأدوار المختلفة، تميزت بأنها خفيفة الظل في توصيل دورها إلى الجمهور. شعر الكثير من الجمهور بأن الممثلة الجميلة نهال عنبر واحدة من الجمهور بسبب أدوارها البسيطة التي تقدمها، والتي تكون مثل الشخصيات المصرية التي نقابلها يوميا، لذلك نجحت سريعا في أن تنال حب الجمهور بصورة كبيرة جدا. عشقت نهال عنبر التمثيل منذ أن كانت صغيرة، وكانت تشارك في النشاط المسرحي بالمدرسة، وفي أثناء حضورها آخر حفلات عبد الحليم حافظ شاهدتها إحدى الصحفيات وعجبت بها، فتم وضع صورتها للعدد التالي من إحدى المجلات. اكتشفها المنتج رمسيس نجيب بعد مشاهدة صورتها على المجلة، وعرض عليها الظهور بفيلم وادي الذكريات مع الفنانة شادية بجانب بطولتها لثلاثة أفلام أخرى. رفضت والدتها في بادئ الأمر، ثم اقتنعت بصعوبة وفق ما أوضحت نهال عنبر في لقاء تلفزيوني. وبعد شهرين من التحضير تراجعت والدتها عن قرار دخول ابنتها التمثيل بسبب مشاهدتها لقبلة في إحدى العروض الخاصة للأفلام، وتخيلت ابنتها في المشهد نفسه. وعلى الفور أخبرت المنتج رمسيس نجيب بقرارها النهائي بعدم دخول ابنتها هذا المجال. قاطعت نهال عنبر والدتها لمدة شهرين بسبب فعلتها، لذا أرسلتها والدتها إلى شقيقها في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراستها هناك وإبعادها عن فكرة التمثيل بمصر، وعادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق، ومن هنا عملت لفترة كموظفة لإحدى شركات السياحة. قالت الفنانة نهال عنبر في مقابلة صحفية إن أدوار الشر تستهويني، لأن فيها صراع وتنوعا في الأداء، ولأنني ضد الشر تماما، تجدني أقدم هذه الأدوار في صورتها التي يجب أن يكرهها الجميع، ثم أقدم مصيرها في النهاية لتكون عبرة للناس. وأشارت إنه منذ بداية مشواري الفني وأنا لا أفكر في أن أكون نجمة، ولم يكن لهذا الأمر أي أهمية عندي، فأنا أقوم بعملي بكل حب واتقان، وإذا نجحت فهذا شيء جيد، وهذا لا يعني أنني بلا طموح، على العكس عندي طموح في اتقان عملي نفسه. تزوجت الفنانة نهال عنبر 3 مرات، المرة الأولى من الفنان مجدي الحسيني، وأنجبت ابنها الوحيد الفنان حسام الذي يعمل فنان ومغني راب، ثم تزوجت المرة الثانية من المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، ولكن حدث الطلاق بعد 7 شهور، ثم تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال حسن صلاح وانفصل بعد 4 أشهر. حاول خطيبها السابق مضايقتها والتعرض لها أكثر من مرة، خاصة حين استأجر مجهولين راكبين دراجات بخارية حاولوا اعتراض طريقها بالقوة وإلقاء ماء نار على وجهها، إلا أنها تمكنت من الفرار منهم، وذلك تحديدا في إبريل عام 2016، حيث أثيرت قضية نهال عنبر وخطيبها السابق بعدما قدمت الفنانة بلاغا ضده أمام النيابة العامة
بسبب مضايقته لها عبر مكالمات الهاتف. وكشفت الفنانة وقتها انه قد تقدم لخطبتها من قبل وتم الانفصال بشكل سريع لاختلاف الشخصيات. يعتبر الابن الاصغر للفنانة الجميلة نهال عنبر من زوجها الاول مجدي الحسيني حسام الحسيني الذي اقتحم عالم الفن كمغني راب، ومن هنا دخل عالم الشاشة الفضية بعد مشاركته مع الفنان المصري تامر حسني في فيلم نور عيني، وفيما بعد ظهر في فيلم المصلحة مع الفنان أحمد عز. حالة من الغضب سيطرت على نهال عنبر في عام 2017 بعد انتشار شائعات وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت نهال عنبر الرد على هذه الشائعة التي وصفتها بالسخيفة من خلال بلاغ رسمي تقدمت به للنيابة ضد أحد المواقع الإلكترونية، والذي تسبب في نشر هذا الخبر الكاذب من البداية، حيث استخدم مقطع فيديو للممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز وهي تبكي، وزعم أنها منهارة على رحيل صديقتها نهال عنبر. وأوضحت نهال عنبر أن هذا الفيديو من جنازة الممثلة الراحلة زبيدة ثروت، وأضافت أنها لن تترك حقها وستقادم مروج هذه الشائعة التي أصابت أهلها وأصدقائها بالهلع. شاركت الفنانة نهال عنبر في مسلسلات حكمة هانم والأدهم وعائلة عبدين والليل وآخره وألف ليلة وليلة وعد النهار والحقيقة والسراب وأين قلبي والحب والعنف وسوء العصر والعيلة والناس ودموع الغضب وبنات شقية. من أفلام الفنانة نهال عنبر كوكب الشرق، المصلحة، السفاح، جاءنا البيان التالي، 90 دقيقة، طيور الظلام، بنتين من مصر، نعمة، القرين، فوبيا، حسن ديليفري، صيف عز الشتاء، وإعدام بريء. من مسرحيات الفنانة نهال عنبر العيال رجعت، العيال تكسب، مرات زعيمة عصابة، هي في حياة الرسول، دفتر مواعيد، البراءة. ويعتبر مسلسل سوء العصر من أشهر وأفضل المسلسلات التي ظهرت في السينما المصرية، والذي يتابعه حتى الآن الكثير من الجمهور.